بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لو سهلا فيكم، أتمنى أن يكون صباحكم طيبا ويومكم موفقا وحياتكم متعافية. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم، أولا يجب أن تحبب حياتك، يجب أن تحب حياتك على ما هي عليه، لأنها فعلا جميلة. الحياة جميلة جدا 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 إن أنت تعافيت. حياتك رائعة وستستمتع بها جدا وبشكل أنت الآن لا تستوعبه إن كنت مدمنا. وقتما يصفو ذهنك وتتطهر نفسك ويزكو قلبك ويرتاح بالك وتزيل هذه المخدرات من جسدك وعقلك، لأن أنت الآن مدمن مخدرات شديد الإدمان على المخدرات، لأن هي أثرها فعلا كالكوكايين وأحيانا كالمورفين وكلها مواد مخدرة. هذا بالنسبة للإباحية من غير عادة سرية، أما مع الإباحية، مع العادة السرية فهذه قد تتجاوز دبلات أو أضعاف. فأنت في الوقت الذي تتخلص فيه من الإباحية، تزيد على ذلك تتخلص من إدمان الهاتف، فإن حياتك ستكون، لا أقول أنا ذلك كتشجيع ولا أقول ذلك من باب شخص فقد الأمل ويريد أنه يعطيك أمل، أو شخص يقول لك أنه يعني تشبث بالحياة، الحياة فيها ما يحب وفيها ما يعاش لأجله، تذكر مش عارف إيش تذكر. لا لا، الحياة فعلا جميلة، والله سبحانه وتعالى سيحييك حياة طيبة إن أنت تخلصت من هذه المخدرات، إن أنت آمنت وعملت عملا صالح، وستعيش جنة دنيوية والله، كما قالوا أن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فعلا هناك جنة، ستعيش جنة دنيوية. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فعليك أن أنت تبدأ يومك بعد النعم التي أنعمها الله عليك، بشكرها، بمعرفة واستحضار النعمة التي أنعم الله عليك بها، مثل نعمة الصحة. إدمان الإباحية والعادة السرية ستدمر صحتك، أنت الآن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك بصحة عظيمة، أو قبل أن تدمن الله أنعم عليك بنعم عظيمة من ناحية الصحة. تقوم تتسبب بالتهاب بالبروستاتا بسبب الإفراط في الاستخدام، وهذا الالتهاب يمتد للمحيط، ومن المحيط يمتد للمعدة، فتصيبك تلبكات، غازات، امساك. وحينما يحدث هذا والله اعلم، قد ما يحدث هو ان بسبب الامساك، بسبب التلبكات، بسبب الالتهاب، يصيبك وهن في الجسد، يصيبك آلام في العظام، يصيبك آلام في العضلات، قد تكون هناك إكزيما، قد تكون هناك بثور. كل هذه كان انعكاس لما يحدث. والإمساك، وهذا لا يقال كثيرا،
لكن من أخطى وبوابة الأمراض هو الإمساك، لأن أنت كيف تتعافى، كيف الجسد يعني يستصح ويعيش صحيا؟ عن طريق الطعام والشراب والنوم والتفكير. هل هناك شيء آخر؟ أنت ما تأكله، تحصل على الفيتامينات والمعادن وما يحتاجه الجسد من أين، والبروتينات لكي تعيش، والهواء، نعم والهواء، التنفس. فأنت التنفس عندك سطحي وسريع، ضربات قلبك سريعة، النوم عندك مضروب، التفكير عندك سلبي، الغذاء والشراب اللي هو يعني عامل عظيم جدا وفقه قد تمرض قد تستصح، لا يكون هناك امتصاص للمعادن بسبب ان المعدة فيها مشاكل، بالتالي تدب الأمراض كما قال احد العلماء الذين اخذوا جائزة نوبل. قال أن بإمكاني علاج أي مرض عن طريق معرفة المعدن الناقص في الجسم، جسد المريض، في جسم المريض. فنقص المعادن قد يسبب لك أمراض، وأنت أيضا جسدك يبتص السموم ويصبح هناك تخمر، كل هذا بسبب الإمساكات. فلا لا تغامر. أهم شيء من أهم الأشياء لكي تعيش صحيا، تكون عندك مناعة قوية، تقاوم الأمراض، يكون جسدك قويا جدا، هو أن تكون لك معدة سليمة. هذه بوابة الصحة، وكما قالوا بيت الداء المعدة، بيت المعدة بيت الداء، ورد أثر. والطب الحديث للتو بدأ يكتشف هذا الشيء، وللتو بدأ يولي اهتمام، لأن فعلا المعدة بيت الداء. وأنت جربها، جرب حينما يكون عندك إمساك أو تكون عندك تلبكات أو غازات، كيف تكون صحتك، وكيف حينما يكون هضمك رائع. لا تخرب نعمة الله التي أعطاك إياها، اشكرها عن طريق استخدامها في طاعته، استخدامها فيما ينفعك أنت، لأنه يريد هذه الأمور لك أنت، يريد العبادة منك لك وليس له. هو الغني عن كل ما تفعله، لو اجتمع الناس كلها على عبادة الله لم يزد ذلك في ملكه شيء. عند الملائكة يعني يعبدونه لا يفترون، لا يعدون ولا يحصون، ما كنا يريد لك أنت، أنت لا تزيد في ملكه شيء. فاستخدمها في مصلحتك، استخدمها في طاعته، لأن حينما تستخدمها في مصلحتك تستطيع أن تستخدمها في طاعته. هذه أول نقطة. فاحبب حياتك، حياتك جميلة، الله أعطاك نعم عظيمة من ناحية الصحة، أعطاك نعم عظيمة من ناحية الأمان، أعطاك نعم عظيمة من ناحية راحة البال. فراحة البال لا يعدلها شيء. لا تتصور بأن سعادتك ستكون عن طريق جني المال، لا أقول ذلك حسدا أو مباب الذي لا يطول العمر العنب يقول عنه حامض، لكن أنا جربت وغيري جربوا، نعم المال خير ونعمة، لكن لا شيء يعدل راحة البال، لا شيء يعدل الصحة، لا شيء يعدل الإيمان، لا شيء يعدل ترتيب حياتك، نمط حياتك، التعافي من الإدمانات، التعافي من العادات السيئة، أن يكون يومك موفق، حسن الخلق. هذه الأمور لا يعدلها شيء. فإن لم
ترتبها وتحافظ عليها وتحرص عليها فستسوء حياتك. وهذه الأمور سهلة، مجرد ما أنت تتعافى وتبذل شيء من الجهد هنا وهناك فأنك أنت ستحصل على أفضل ما يكون فيها، ستكون ناجحا فيها. كل ما عليك فعله هو أن أنت اليوم يكون هدفك هو أن يمر اليوم بدون إدمان أو نكسة أو زلة. وإياك أن تقول أن أنا الآن وصلت إلى مرحلة من التعافي تمكنني فيها من أني أسيطر، أو أني فقط أتفقد الصور وأخرج من الآن بمرحلة من التعافي تمكنني من أني أنا يعني فقط من باب أني أزيل المشاعر السلبية اللي عندي فقط أصور أو أخرج. إياك يا أخي، كم مرة ضحكت على نفسك بهذه الخدعة، ومنذ متى النظر ورؤية هذه الأمور تحسن مشاعرك؟ كل مرة، ملايين المرات التي أنت قمت بها بهذه الخدعة وأقنعت نفسك أنك تريد أنك تحسن مشاعرك أصبحت حزينا بعدها، أصبحت منفعلا عصبيا، أصبحت كسولا، أصبحت مخدرا، تعطلت الأمور التي أنت بصددها. كل هذا بسبب خطأ تكرره مليون مرة، ألا وهو أن قليل أو نظرة هنا وهناك لا بأس بها. من متى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله لي ولكم العافية والعفو في الدنيا والآخرة. تفضل يا معضلة. لا إله إلا الله. والله الدنيا حلوة يا جماعة، والله الدنيا جميلة لو أن أنت فقط تعطي فرصة لنفسك في التعافي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.